السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، المواعيد هيكون بتوقيت الفيديو هيكون بتوقيت مصر وليبيا والسودان. لو حضرتك عايز توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، من فضلك زود ساعة. يعني مثلا مباراة الأهلي أمام الوداد بعد الساعة 9 مساء، هكون عند حضرتك 10 مساء. بالنسبة لتوقيت الإمارات وعمان من فضلك زود ساعتين، فالساعة 9 مساء هتكون الساعة 11 مساء. تونس والجزائر والمغرب قلل ساعة، فالساعة 9 مساء هتكون 8 مساء. جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين، فـ9 مساء هتكون 7 مساء. والكلام ده يطبق على كل الفيديو على كل المباريات. دوري أبطال أفريقيا إياب نصف النهائي بين الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي. طبعا الذهاب انتهى بفوز الأهلي 2-0 في المغرب على المركب الرياضي محمد الخامس. المباراة ميعادها زي ما قلنا 9 مساء بتوقيت مصر، القناة النقالة بين سبورتس اتش دي 7، ومعلق المباراة حفيظ الدراجي. كذلك قناة اون تايم سبورتس اتش دي، عذرا قناة اون تايم سبورت اللي هي الأرضية، تمام، ستذيع المباراة. الدوري الإنجليزي الممتاز هيبدأ الجولة 6 بعد دور دوري أبطال أوروبا اتلعب منه جولة وخلاص وقف. أستون فيلا هيلعب أمام ليدز يونايتد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، القناة النقالة بين سبورتس اتش دي 2، معلق المباراة صور الذهب. الدوري الإسباني الجولة 7 تبدأ بمباراة إليتشي أمام فالنسيا، ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، قناة النقالة بين سبورتس اتش دي 3، ومعلق المباراة عامر الخزيري. الدوري الإيطالي الجولة 5 ستبدأ بمباراة ساسولو أمام تورينو الساعة 8:45 أو 9:15 بتوقيت مصر، قناة النقالة بين سبورتس اتش دي 4، معلق المباراة عادل خلو. الدوري الألماني الجولة 5 وهتبدأ بمباراة شتوتغارت أمام كولن، المباراة بعدها الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة، يعني هي مش من قنوات بين سبورتس طبعا، خلاص عرفنا. يعني ارجح لك ممكن قناة ايه، سكاي سبورت اللي بي تي سبورت 2 اتش دي، مش لاقي حتى سكاي سبورت، ممكن تزيع 11 سبورتس 2 اتش دي البرتغالية. الدوري الفرنسي الجولة 8 ستبدأ بمباراة رين امام انجيا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 6، ومعلق المباراة هو جواد بدة. الدوري البرتغالي الجولة 5 بداية الجولة 5 مباراة تونديلا أمام بورتمولينسي الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، قناة نقلة سبورت تي في وأنا البرتغالية. دوري البطولة الإنجليزية نوتنغهام فورست يلعب أمام ديربي كاونتي الساعة 8:45 أو 9:15 مساء بتوقيت مصر، في بداية الجولة 7 القناة النقلة بين سبورت سي جي 5، ومعلق المباراة باسم الزير. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أو بالمناسبة أنا لتعب يعني ما قدرتش اجيب ترتيب الجولة، يعني بدأت اليوم، تمام، بدأت اليوم، لا والله ده لسه هتبدأ غدا ان شاء الله. دوري كأس الامير محمد بن سلمان اللي هو يعني على الجمعة لسه هتبدأ. طب كويس كويس. القادسية هيلعب امام ضمك الساعة 4:40 مساء بتوقيت مصر، الساعة 5:40 او 6:45 مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، القناة الناقلة قناة الرياضية السعودية 3 HD، ومعلق المباراة بشار القرني. الرائد هيلعب أمام الشباب الساعة 5:05 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية، القناة الناقلة الرياضية السعودية الأولى HD، ومعلق المباراة عبد الله الحربي. الفيصلي هيلعب أمام الباطن الساعة 6:55 أو 7:05 مساء بتوقيت مصر، كذلك هيلعب الساعة 7:55 أو 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية، قناة ناقلة قناة الرياضية السعودية الثانية اتش دي، ومعلق المباراة عبد الله الغمدي. الدوري السعودي بدأ يا جماعة، الجولة الثانية بدأت أمس الخميس، وأنا عذرا لسبب تعب يعني ما قدرتش أجيب الترتيب. بعد الجولة ما تخلص بكرة إن شاء الله هتلاقوا الترتيب موجود. دوري كأس دوري الخليج العربي الإماراتي خرفكان هيلعب أمام النصر الساعة 4:15 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6:15 مساء بتوقيت الإمارات. المباراة في الجولة الثانية وبرضه بدأ وما قدرتش أجيب الترتيب، برضه هيكون بعد نهاية الجولة إن شاء الله اليوم الجمعة، هتلاقيني مجيب لك الترتيب الخاص بالدوري الإماراتي. بالنسبة لمباراة خرفكان أمام النصر، القناة الناقلة دبي الأولى وأبو ظبي الرياضية التانية. دبي الأولى المعلق أحمد الجراح، وأبو ظبي الرياضية التانية عصام عبده. الجزيرة هيلعب أمام الزفرة في نفس توقيت خرفكان والنصر، القناة الناقلة أبو ظبي الرياضية الأولى، معلق المباراة عامر عبد الله. عجمان هيلعب أمام اتحاد كلباء الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت الإمارات، القناة الناقلة أبو ظبي الرياضية الثانية اتش دي، معلق المباراة أحمد الحامد. وشباب الأهلي دبي هيلعب أمام العين في نفس التوقيت، القناة الناقلة الشارقة سبورت و اتش دي، قناة الشارقة الرياضية، والمعلق عبد الحميد الجسمي،
وقناة دبي الأولى معلق المباراة عبد الله السعدي، وقناة أبو ظبي الرياضية الأولى معلق المباراة فارس عوض. الدوري الموريتاني عندنا مباراتين، طبعا محدش بيتابع الدوري الموريتاني، الواحد بيزعل نفسه وخلاص. الدوري اللبناني شباب البرج هيلعب أمام الشباب الغازية الساعة 2:30 مساء أو تلات بتوقيت مصر، 3:30 مساء بتوقيت لبنان. القناة الناقلة غير معروفة، تقريبا في قناة اسمها MTV. الجولة الرابعة ماشي، كأس العراق دي الدور الثاني، ودي المباريات اللي قدامنا هي دي، أعتقد ما بيتذاعوش فعلا، وكلهم في نفس التوقيت الساعة 1 مساء بتوقيت مصر، 2 مساء بتوقيت العراق اللي هو 2 الظهر يعني. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر، الخلاصة قدمنا لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020. اشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك، سبسكرايب، اعمل لك الفيديو، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.